السلام عليكم متابعين سامي زرقين. اليوم جيناكم نهار شباب بالثلج ونهاركم خير وبركة علينا وعلى الجميع. اليوم راح ندير لكم فيديو سبيسيال على كيفاش تعيش في الغربة، يعني حاب تعيش في الغربة وماشي عارف كيفاش تدير ومنين تبدا. ان شاء الله اليوم معنا راح نعطيكم فيديو ديزاستيس تاع المعيشة خارج البلاد. او معنا تابعونا متنساوش تابونيو ديرونا وفعلوا الجرس وديروا لنا اقتراحاتكم في لي كومونتير وتهلاو. يلا بقاو معنا من بعد نبداو ان شاء الله. السلام عليكم احبابي، واش راكم لاباس؟ بخير صحه لاباس. كما شفتوا قبيله الفيديو تاع المينياتير، كما قلنا لكم باللي نحكي لكم على الغربه كيفاش. على بالي بلي هذه لا كيسيون تهمكم بزاف، خاصه الناس اللي حابه تجي للغربه، اي غربه كانت، تركيا ولا اي بلد اخرى. انا ننصحكم نصيحه واحده يا اخواني الكرام، يعني على حسب تجربتي انا الخاصه وعلى حسب ما شفت انا في حياتي، يعني انه الغربه الا ما كانش عندك هدف معين علاش راك رايح الغربه، لازم هذا السؤال لازم تسال نفسك فيه. ثاني شيء لازم تكون عندك اراده قويه، لانك حتخرج من البلاد وحتلقى روحك خايف، تلقى روحك وحداني تحس بها، حتى ولو انك عشت في غربة في بلادك، لكن الغربة خارج بلادك حاجة واحدة اخرى، ماشي كيف كيف. ثالث شيء هي الامكانيات. الامكانيات لازم تعرف نفسك انت واش عندك امكانيات، امكانيات مادية وامكانيات فكرية وامكانيات تاع قلب وروح، كيفاش راح تقابل هذا الشيء، لانه هي مغامرة، مغامرة جميلة، يعني مغامرة روعة، لانه مع الاول تشوفها صعيبه، لكن لما تدخل فيها خلاص مثل الحرب، غير تدخل في الحرب يعني خلاص سي بون كيما نقولوا سا باس وسا كاس. على هذا الشيء يعني الانطلاقه. والحاجه اللي نقولها لكم دائما، كي دير البلان تاعك على حاجه، دير روحك بلي راح تسافر بصح ماكش ترجع، لازم ما ديرش نقطه رجوع، لان ما ديرش نقطه رجوع علاش؟ باش ما يكون باش نحي الخوف هذاك، باش تصدم، باش يكون عندك هذيك القوة والشجاعة باش تكمل، لأنه هذه هي ميزة، هذه هي الحاجة المليحة تاع الغربة، لأنك راك رايح للمجهول. هذه هي الناس اللي تحوس عليها بزاف. على هذيك أنا نقول لكم، سواء كان كنت شاب أو عائلة أو طفل صغير ولا أي شيء، لازم تكون عندك هدف وراك رايح كومباتي على جالو. مثلا اذا كانت عائله بين الاب واش يخمم المكان اللي يسكن فيه، الاسعار، الاولاد وين يقراو، زوجته واش تخمم على الطاجين، على الكسكاس، قدره الكسكاس اسكو كاين ماكاش، الماكله لي زانغريديون نقدر ندير، ومن بعد يولوا بيناتهم يتشاوروا، انا نقدر نعاون بهذه، انا الاخرى الراجل يقول انا نقدر ندير هذه، يعني يكون فيه تشاور مليح، يكون فيه تشاور بين العائله. الاطفال ما تنساوهمش، لانه هما ثاني ديك راهم جايين يعيشوا معاكم، وهذه مرحله، وبعدها حيغيروا البلاد، حيغيروا اصدقائهم، حيغيروا نمط حياتهم، حيغيروا المدرسه اللي كانوا يقراو فيها. تسمى لازمكم الاطفال تاعكم تان لازم ديروا لهم حساب، ماشي تخموا غير في الكبار برك، لانه مصلحه اولادكم، انا بالنسبه ليا مصلحتك في مصلحه اولادك. بزاف ناس نعرفهم جاوا لهنايا باش يعيشوا، جاوا على جال اولادهم، وانا هذو الناس ونرفع لهم القبعة، لأنهم جاو كافحوا على جال ولادهم. على هذا الشيء أنا نقول لكم ماذا بكم كي تجوا لهنا، سوتو الآباء، أنا من الحاجة اللي تمرين عليها كامل، أنا نجي قبل ما نجي ندخل اليوتيوب منا نشوف الناس، ولا ندخل لي جروب تاع الفيسبوك، جروب ما كامل لي جروب، يعني هادو لي جروب يا ناس، أنا نقول لكم هادو لي جروب واعرين بالنسبة لواحد اللي راه جاي للبلاد هذي. علاش واعرين؟ لأنه راح تطيح في واحد اطيح في واحد العاصفه انت ما لبكش بها، انت راك في الجزائر تدخل في جروب اسينيوت، ولا انت اصلا ما لبكش اسينيوت هذه وشنها، وين مكان افجالار ولا سكاريا ولا اي مكان اخر ما لبالكش، تسمى انت راح داخل وخلاص، تسمى داخل على اساس ان هذوك الناس قادر انت تما واش يصرى لك، راح تكون هدف للناس اللي يبداو يتربصوا بيك، يعني يبداو يوجدوا لك، يبداو يحسبوا لك شكونك انت، هذيك يبداو يبعثوا لك ديزانفيتاسيون، تبان لك انت هذا صديق، تبان لك هذا. لكن انا نقول لك هذو الناس اللي كونتاكتيك بزاف، هذو عرف باللي عندهم اهداف من عندك، عندهم فائده بكل صراحه، هذو راح يستفادوا منك. على هذا الشيء انا ننصح خاوتي، الفائده تاعك اللي حبيت تعرف واش لازمك، انا نقول لك
عارف ممكن تعرف المناطق الجغرافية تاع اسطنبول، باسكو لا بليبار جو اسطنبول اسمها، هي اجي اسطنبول باسكو فيها الخدمة، سي بلد اقتصادي من بارابول الولايات الاخرين. هل خلونا نحكوا على اسطنبول باش ما نهربوش من السوجي. تدخل اليوتيوب ولا تدخل المابس ولا هذيك، عارف المناطق باشاك شاهير وين جاية، افجالار وين جاية، السنيور توش فيها، الميزة تاع المكان هذا، الميزة تاع المكان هذا، اقصاراي، كي تعرف المناطق. بس واحد يقول لك باشاك شاهير، واش منطقة هي فقط، لكن لازم تبحث هذه وش فيها، اسكو تناسب خدمتي، اسكو تناسب ولادي، اسكو تناسب زوجتي، المحلات بعيد قريب، هذو الاسئله. الترونسبور لي مويا ترونسبور هذو لازمين. وثانيتك باش تشوف تلحق الامكانيات نتاعك. انا ما نقولكش روح خمم كما يخمو الناس كولي كوبي، باسكو علاه، انت مع نمط معيشه تاعك ونمط معيشه تاع الناس الاخرين ماشي كيف كيف، معناتها شوف واش يريحك انت، ما تشوفش واش يريح الناس، ولا تشوف ناس نجحوا بهذه الطريقه، انت تحوس دير هذيك الطريقه كما داروا هما. اخي ممكن كما هو نجح ممكن انت ما تنجحش، باسكو كل واحد كان عنده هدفه. انت هذاك ممكن ياكل ما ياكلش نورمال، عادي بالنسبه ليه. انا مريت بها، وين ناكل روبا في النهار، ناكل روبا تاع فلافل في اليوم، انت ما تقدرش تعيشها. اسمع ممكن انت ولادك ولا ما تقدروش تعيشوا هذه المعيشه. انا عشت مده 15 يوم ولا ما بعيشها، باسكو كان وقت مزير عشتها، انا قدرت وتحملت وعشتها، انت ما تقدرش. على هذيك اسمع لازم دير حسابك انت واش يخرج عليك. ومن الافضل انك اذا كنت تحوس تتصل مع ناس هنايا، لازم تكون ناس ثقه، ناس معروفين، ناس عندهم خبره، ناس على بالهم واش راهم يديروا. انا ما نقولكش روح ارواح هايده ديرات وشو ام ولا ما دي شوز، يكونوا عندك هذول لي كونساي. ما انت المكان اللي راك تستقر فيه، الايجار كم، الاولاد وين يقراو، الزوجه وين تشري الاغراض تاعها، اللي تكونوا قراب لبعضكم، لانه الغربه ماشي الغربه باش تفرق بينك وبين اولادك ولا بينك وبين زوجتك. انا بالعكس انا انصحك اخي انك الغربه الا جيت ليها انك تجمع بين اولادك وزوجتك وتكونوا عائله واحده وتكونوا سوليد. هذه هي الحاجه الاولى. بعدين الحاجة اللي نقول لك عليها لازم تكون عليك بوزيتيف، لأن تكون عندك باش تكون عندك ديبورتينيتي، يكون عندك فرص في هذه الحياة، لازمك تختار الناس اللي يكونوا حولك اللي يكونوا دايرين بيك، تختار شو خلاص. أنا ما نقول لك لا اختار حتى جنسية، لأنه كامل احنا كيف كيف احنا بشر. اختار الناس اللي تناسب المستوى تاعك، هذا نقطة مهمة ثانية لازم تعرفها. كي تجي، أنا واحد كي جيت لهنا ما كنتش نعرف مي بالك كيفاش نخرج من المطار، وجاتني صدفة، لكن أنا قررت غلقت عليا بيبان. سواء شوف كل واحد كيفاش جاتو ليدي تاع يهاجر. مثلا انا شفت غلقت عليا في الجزائر، ما لقيتش روحي، قلت لازم نهاجر، ما كانش في بالي. ظرف تاع 15 يوم عشيت في البي تاعي وباسبوري واني جاي في الطرق، ما نعرفش مين نخرج من المطار. سبحان الله كاين الناس، سبحان الله احبابي ومازالوا لنا اصدقاء، هما معاهم لصقت فيهم خرجوني من المطار ونحييهم، ان شاء الله يكونوا يشوفوا فيا. خرجوني من المطار وجوزنا 3 ايام، احلى 3 ايام معاهم يعني، والحمد لله وتعرفت. لكن انا واش درت؟ على بالي لي كاباسيتي تاعي، واني عارف وين احنا نضرب. سماك شو كي جيت ما نعرفش اسطنبول، ما نعرف بايزيد، ما نعرف لاليلي، ما نعرف ولا شيء، عندي كلمات برك نعرفهم، لكن عندي هدف. الهدف تاعي وين كان؟ هو كان لازمني نخدم، هذا اول شيء. الخدمه تاعي دات حسابي باللي لو كان نروح نخدم عند الناس ما نقدر ندير والو، ما نقدرش ننجح في حياتي. كان لازمني ندخل في التجارة حرة أو خدمة نتعلم ميتي اللي يساعدني واللي يناسب كما يقولوا كفاءتي. دخلت في ميدان السياحة والتجارة وميدان الإقامات وهذيك، والحمد لله كما يقولوا جي بيرسي فيه وتخطيت فيه وتخططت في حاجة الأمر وخدمت، والحمد لله راني الناس كامل تعرفني هنا في اسطنبول والحمد لله. دائما الإنسان يدير ثقة في قلب في ربي سبحانه، ويدير ثقة في نفسه ثاني ويصدم ويأخذ بالأسباب. انا هذا واش ننصح خاوتي. ما انت اذا كانت عندكم حابين تجوا لهنا لاسطنبول، حابين تخدم ولا حاب دير حاجه، ما اول شيء لازمك ما تخافش، ما يهمكش ماديا، ممكن تتعايش معها عادي، ما عندكش مشكل. انا هذا الفيديو درته للناس متزوجه، الناس اللي حابه تطالي هنايا، سواء حاب يشري دار سواء حاب يكري سواء هذيك. انا نقول دو بريفيرونس بس تجي تشري قبل ما تشري، ماذا بك كان تجي تشوف المكان تعرف اسطنبول قبل ما تشري. هايدا خاوتي، انا ماذا بيا نكون ان شاء الله فدتكم في هذو 10 دقائق اللي منا، وباذن الله تعالى نزيد ندير لكم فيديوهات اخرين. دوكا هذا الفيديو درت لكم يعني كيفاش تقدر تقلع، كيفاش تقدر تجيب يعني بسرعه، هي ممكن تعاودوا تشوفوه 2 3 فوا حتى تفهموها، باسكو الخطره ما تقدرش تفهموها.
مي بصح نزيد ندير لكم فيديو واحد اخر اللي راح يناسبكم، يعني كيفاش تقدر تخرج من المطار، كيفاش تقدر تخير الناس اللي يعني حاولوا تختاروا الناس اللي يعاونوك باش توصل لهدفك. حاول ثاني تيك تحسيت تعلم اللغه، اللغه مليحه ثاني. حاولوا انكم ولادكم ولا نتوما تدخلوا اليوتيوب، كاين برامج في اليوتيوب هذيك تفيدكم باش تتعلموا شويه اللغه، لانه اللغه مهمه راح تصطدموا فيها، لانه اللغه التركيه يعني اول مره تبان لك واعره بزاف، لانه احنا جزائريين ولا اي لاخر مش متعودين على نسمعوا اللغه هذه، وهذه هي لغه صوت يعني لغه السماع، كل ما تسمعها بزاف تفهمها، ما فيهاش بزاف كلمات يعني ممكن تعلمها فاسيلمو، خاصه الاطفال الصغار يعني ما تنخلعوش كي تسمعوها اول مره بالك تجيك بيزعه غتسمع غير بش 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 هذيك يعني دي فوا تدوخ فيها. على هذيك انكم ما تخافوش ما تقلقوش من هذه الحاجه من هذه الناحيه هذه، وحاولوا ان تدخل في اليوتيوب. علاش قلت لكم جهزوا نفوسكم نفسيا في اليوتيوب في هذيك في الحاجه اللي تفيد، افضل من انكم ننصحكم افضل انكم تدخلوا في الجروب وتعيي روحك باطل وانت ما تكون مرتاح وتضيع وقتك. على هذيك انا نقول لك ادخل في الحاجه اللي تفيدك، تعلم من شويه لغه تعلم اليوتيوب، تعلم المناطق وشوف هدفك وشنو، وكسي كون المجموعه نتاعك اللي تخرج عليك باش تحقق اهدافك. هكذا جماعه انا نقول لكم الى اللقاء في الفيديو الجاي، ما تنساوش ديروا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وحطوا لنا كومونتير، والفيديو الجاي ان شاء الله راح نحكي لكم على الوثائق اللي تكون باش ولا الحاجه تحتاجوها من الجزائر لهنا. هكذا، ايا السلام عليكم وتهلاو في راحتكم.